بما ان المدرسة بكرة في قواعد لازم نمشي عليها ايام المدرسة. ايه القواعد هي؟ ممنوع الموبايل في اي يوم من الايام عدا يوم الجمعة. لكل واحد 25 دقيقة على الموبايل. يا ماما طب خليها نص ساعة. طيب اخلي مفيش موبايل خالص؟ لا خلاص. تاني حاجة النوم الساعة 9 بالليل. تصلي والعيشة تخش تتخني. العيشة بيأخذ 9 ونص. ماشي تصلوه وتنام. اصلي في المسجد. لا صلي في البيت يا عناي. تالت حاجة ودي الأهم. الدروس ترجعوا من الدرس تحلوه ما تأجلوش. عمل اليوم إلى الغد تخلصوه. أنا كنت بحلها من الدرس اللي وراه بنص ساعة ب10 دقايق. أنت جيت من الدرس العربي تحل واجب العربي، عندك بعديه درس دراسات تيجي تحل درس الدراسات. ما ينفعش أحل ولا تمام. مفيش تلفزيون غير نص ساعة في اليوم بس، وهو يوم الجمعة بس أساسا. إيه ده؟ هتصحوا الساعة 4 الفجر مش 5 زي ما كنت بعملها عشان انتي هتروقي الشقة. مش هتعملها كل الوقت. هتروقي الشقة من 4 ل 5. وين دي حماتي؟ ولا ابني يا ابويا يا ابويا ولا سيبي يا بنت. لا انا مش عايزة اضرب معاهم يوم. طيب يلا قوموا ناموا بلاش لعب ايام. قلنا يلا داخلة نام وياكم حد فيكم يقوم وناموا انتوا بقى في الصالة براحتكم. اصحوا يلا اسمه ايه ده؟ ماما دخلت تنام. يلا بينا نشوف التلفزيون. عايزين تصحوا؟ طب ايه رايكم انا هلعبكم لعبه؟ اهي يلا صحيت يلا بقى. اللعبه هي ان انا اللي هضيع وشي وهلف، اللي هلاقيه بيتكلم هيروح المدرسه واللي هيكسب مش هيروح المدرسه. ايه رايكم؟ واللي هيقعد لاخر اخر واحد هيكسب. ماشي يلا نام عاملين نفسكم نايمين. يلا يا ولاد انا هبتدي واللي هلف هتضير عيب يتكلم هسحبه على المدرسه. محدش بيتكلم. صحيح يا يحيى ابوك جاب لك علبه نوتيلا ليك انت لوحدك امبارح، اكلتها ولا لا؟ ايه نوتيلا؟ انا ما خدتش حاجه. انت كده اتكلمت. تعالى يا حبيبي عشان تروح الحضانه. هنبتدي اللعبة تاني. مش راضيين يتكلموا؟ طب انا هفكر. بنتي يا لالا صحيح انتي اللي كسرتي الساعة بتاعت ابوك امبارح؟ لا يا ماما ده كريم. اديكي اتكلمت. انا لسه ما خلصتش اللعبه. اما مش هما طلعوا؟ انت مش قلتي اخر واحده هو اللي بيكسب؟
انا كنت بسليكوا بس عشان تفوقوا، انتوا كده كده انتوا الثلاثه رايحين. لا ما تسيبونيش، خدوني. انا عرفت هياخد ايه.